السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا اخواني؟ شو اخباركم؟ مكان جديد ومميز سياحي في إمارة دبي، وهو متحف الغموض. متحف هذا الغموض اللي خلفي حاليا بندخله ان شاء الله وبنستكشفه ونشوف شو الاشياء المميزة عندهم، وهو موجود في منطقة السيف. واذا حبيت توصل لهالمكان هذا ما عليك الا بالجوجل ماب تكتب متحف الغموض، وخلونا ندخل ونشوف مع بعض. أول ما دخلنا هنا خلونا نخبركم عن الأسعار. الأسعار هذه موضحة بالشاشة أمامكم. الأدلت بثمانين درهم، الستيودنت سبعين درهم، الكيدز ستين درهم. إذا فاميلي يعطونك 225 درهم على طول تأخذ تيكت. This what for all of us. أوكي أوكي. Thank you. متحف الغموض يعني جدا جدا بيستانسون عليه الأطفال. في عنده أشكال نتعرف عليه. هاي الصور. ها شو تشوفون هني؟ شو هذا؟ يطير. كيف تشي؟ أوف. يمكن زجاج او شيء. كيف انت طالع؟ انت وقف هناك. لا يمكن. وين فاطمه؟ شوف ما هناك زجاج. هاي صوره يمكن، ما ادري، شيء كذي حركه يمكن مسوي غريبه. يعني تشوفون هذه المربع هني الصندوق يطير، يوم بتيها هذه الجهه تشوف مثلث يطير. غريبه، يمكن زجاج، هذا يمكن زجاج او شيء، يمكن صح. يا اها غريبه. تعال فاطمه شوفي هالوي هذا، شوفي ترمي تقبضينه. شوفي هذا ترى الوي على شكله بارز. وهذا شو ترك هني؟ يستانسون الاطفال على الالعاب هذه. هاي شوف، تعال هني منصور، شوف منصور، شوف هاي. تعال شوف هاي، تعال شوف هاي، شوفوا هذه، تعال شوفوا هذه. تعال زايد شوف، لفها، لا لفها لفها، شوفها كيف كيف. هذا شوف، هذا سيدة صح؟ سيدة يدخل في هذا. طلع هني من الرسمات العجيبة. تشوف هذه الرسمة هني موجودة، في تلقى هني ثلاث اسطوانات منبعثة من هذا الجسم، ولكن اللي يخليك تفكر أكثر أن هني هو زاوية واحدة. كيف بالنهاية طلعن ثلاث؟ والله صحيح يوم قالوا أنه متحف الغموض. هني متحف الغموض تدخل وتطلع وأنت مدوخ. وهذه الزجاجة، الزجاجة اللي تعرفك كيف الناس يشوفونك بزاويتك، يعني غير عن ما انت تشوف نفسك بالمرايه، كيف الناس تشوفك يعني تعكس صورتك. وهنا هاي الصور 3D. ها منصور، ايه هذه الصوره هني تلف هنا تتغير شكله، وهذا الريال تلف هنا يتغير. ايوه يتغير شكله. ايه يلا تعالوا نسير داخل. والله هني العجب كله. يلا ابدوا من هني. ايه
حط 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 صبعك نياكي. صراحة شيء هني يبهر العقل. مثلا مخبركم هذه اللعبة هني او الترك يعني مثل ما يقولون هني محط لكم علايب الوقفة هني، توقف هني على طول تطالع هناك، بس لازم تسكر واحدة من عيونك وتشوف هذيلا يكتملا نفس البراغي هذه. وايضا هذا اللي هني هذا هني الوقفة اللي هنا، توقف عند هذه الكاميرا وعلى طول واحد يجلس هناك وواحد يوقف عند الكرسي ويبين اخر شيء كرسي كما هو موضح في الصورة امامكم. واما هذه الترك اللي هني تم تشوف هذا تقريبا لثلاثين ثانية وبعدين تغير نظرك لشخص ثاني على طول تشوف انه يتقرب منك او شيء. وهذه هني المطبخ، تدخل من الخلف كأنك انت يعني طبق من الاكل، راسك طبق من الاكل. هذه الغرفة سحرية إلى زاوية، هناك توقف تكون صغير، توقف هني تكون كبير، توقف هني على طول يعطونك هذه الشاشة ويبين. يلا روح شوف الحين كبير أنا الشاشة. إيه شو تسوي؟ تي هني تصغر 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 تصغر. ها واقفين ها بيعطونك الشاشة. يلا شو والله يدوخ والله يدوخ والله يدوخ يدوخ هذا. خلنا بينا نشرد لا تطيحون لا تطيحون. ها شو شو هذا؟ ايه مثلث، هاي مثلث ترك، هاي لازم تشوفه. تم شوفه هاي شو هاي؟ والله العظيم تي هني صحيح صحيح انك تدوخ. عندهم اشياء عجيبه غريبه عندهم هذه، بس لازم تشوفها لفتره وبعدين تشوف هناك يعطيك يصير شيء في 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 راسك او تتخيل اشياء معينه. وهذه كل هنني عندهم ايضا هذا الجهاز with a flash take a photo. There is no we don't have flash. يلا ننصر اشوف. خذي فاطمه اشوف. يطالعون اشكالهم بكل الزوايا. هني يقول لك الكاميرا لازم تكون بفلاش عشان اذا بغيت تصور. اما هاي الغرفه عجيبه. صراحه تجربه جميله جدا انك انت تكون هني موجود تتعرف على الاشياء هذه الجميله. يلا ركبتوها؟ لا بعد ركبوا هذه. لا لازم تركبونهم كلهم. شو هذا؟ يلا دخلوا خلنا نسكر عليكم الباب. لا لا عادي عادي. توهقوا داخل.
شو كيف يطلعون انزين بوش انزين سووا بوش بوش انا بطلع برا سووا بوش بوش ما تقدرون تبطلون ها طلعي ماما برا شويه وبطلي باب علينا اشوف هاي الغرفه الزجاجيه شوف شوف هنا ما فهمنا يلا طلعنا طلعنا خلي شكل الباب بتمو انتوا هني يلا تمو حسبتوا هانتد هاوس ها شوفوا هذا الرسمه هني يقول تبدو الزاويه الارجوانيه تظهر على اليسار اكبر من الارجوانيه على اليمين يعني هذه اكبر عن اللي هذه انزين ماذا يحدث هنا في الواقع في نفس الحجم هي نفس الحجم يتم خداع الدماغ كما في الزاويه التي على اليسار محاطه بزاويه سوداء اكبر من التي على اليمين ما ادري والله يقول هذه نفس هذه ولكن هذه كيف ما ادري يعني هذه نفس هذه ما ادري عندهم هنا بعض الالعاب هنا الخاصه للاطفال يعني شويه تخلي الاطفال يفكرون كيف يحلون المسائل او التريك الموجوده هنا وهني هذا صور 3D هذا كل ما تلف انت يعني الحين ما ادري اذا انتم تشوفونها واضحه بالكاميرا ولا لا بس وانا الف هو يلحقني كانه يطالع علي وهذه هني لعبه ثانيه ان يلعبون عليها هذه شو هنا مربعات لازم حد يشرح لك عن الـ عن الـ عن الالعاب اللي هني هذه شو هنا لازم تقرا عنها يشوف كل وصف اني محطي لكم اياه يكتبوا لك هني الوصف كيف كل واحد ياخذ جزء من الصوره اشوف انت اخوان ما علي بتتشابهون هذا شوفوا منصور يو هاف تو شادو هذا يخبرك انه اذا لعب هناك له ظل على حسب اللون الموجود هنا هذا ماجيك الظل لكل لون له ظل معين الله يحفظهم ان شاء الله هي بابا وفي نهاية جولتي الاستكشافية في متحف الغموض صراحة المتحف من الآخر جميل جدا الاطفال يعني يعلمونهم اشياء كثيره ويخلونهم يفكرون كثير جدا وخبرتكم انا متحف الغموض باماره دبي بس ما عليك لا تكتب في جوجل ماب متحف الغموض وعلى طول وصلك هني هي في منطقه السيف ايضا هني خارج المتحف هذا موجود مطاعم وكذي وهذا تقدر تستمتع انت والاطفال اتمنى هاي جولتي نالت على اعجابكم واستفدتوا وخذتوا نظره عن متحف الغموض وان شاء الله تزورونه وتزورونه مع اطفالكم يستانسون وتاخذون لقطات وصور وفيديوهات حلوه جميله جدا هني ولا تنسون الضغط على اللايك والاشتراك بالقناه ونشوفكم ان شاء الله في
في حلقه قادمه في اماكن ثانيه، اماكن جديده في اماره دبي، ونشوفكم ان شاء الله على خير.